السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا أكس؟ الحمد لله، تفضل. معلش ممكن حضرتك بس تحملني، عندي كام سؤال كلهم هيخصوا موضوع الصلاة بس. تفضل. السؤال الأول، حضرتك حلق اللحية تمام ومستمر بحلقها، هل يجوز أن أنا أصلي وراه؟ يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم.